مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد اخبارنا. أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين أن 6 جهات بالمغرب لم تسجل خلال 24 ساعة الماضية أي إصابة بفيروس كورونا، وأوضح محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في تصريح صحفي أن الأمر يتعلق بهذه الجهات الست، وهي درعا، تافيلالت، والجهة الشرقية، وسوسماس، وقلميم، ودنون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة، وادي الذهب. وأبرز اليوبي أن المصالح الطبية المختصة رصدت 150 إصابة مؤكدة في آخر 24 ساعة، وبالتحديد ما بين 4 بعد زوال أمس الأحد و4 بعد زوال اليوم الاثنين، لتصل بذلك الحصيلة إلى 5350، وتتمركز في 4 جهات وهي فاس مكناس والدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة. ومكنت عملية تتبع المخالطين يورد المسؤول بوزارة الصحة من اكتشاف 126 إصابة ضمن 150 حالة مسجلة، أي بنسبة 84% من إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة، علما أن 8821 مخالطا يوجدون تحت المراقبة الصحية.